مهنا، حبيت خبر خبريه حلوه لكل البيانيست وخاصه اللي بيلعبوا اول سنه برومي كور او دوزيام كور، وحتى فيهم يكونوا بريباراتوار بس شوي موهوبين زياده. الفت كتاب اسمه لا ريفيير دو سيل، مقطوعات بيانو، وبتصور صار لكم زمان ما عم تشوفوا كتاب بيانو بالسوق، لانه انا مثلكم وقتها كنت عم اتعلم كنت عم دقات كليدرمان راول دي بلازيو ويعني سو تأثرت كتير فيهم. عملت كتاب فيه 10 مقطوعات بيانو لريفيير دو سيل ميلودي ماجيك اكاديميك بور بيانيست، وفيه سي دي معه، جمعه سي دي موزعين الدقات معمولين ارانجمون، وبنفس الوقت معمولين ارانجمون بطريقه انه منشال منه صوت البيانو فيكم تعزفوا معه. سو مثل ما بتشوفوا الكتاب بالنوتات مرتاحين فيه. The solitude, la solitude, le rêve de divan, la vase des signes, le lac magique, le dernier espoir. Au fictif, au fictif, t'as dit bon Ashraf, sorry, non, toi. Le site pianissimo online, ma aujourd'hui le texte est ma terre, ma terre, ma terre. كمان رح يكون في free lessons وفي free lessons رح يصير في عن الكتاب كيف نعزفهم. وحتى الادفانس اللي هن ترازيام كور كاتريام وسانكيام بيقدروا يلعبون بالطريقه اللي بدكم اياها. موجود مثل ما قلت لكم بمزار شاهين بكذا محل كمان كتاب موسيقى وفيكم تطلبوه اونلاين. سو بتمنى تبلشوا تسمعوا الميلوديز وشوي شوي رح يصير نزل ميلودي نمبر 1 2 3 رح يصير سميهم على الفيسبوك. سو تابعوني على بيانيسيمو بيج وكل جمعه رح نزل مقطوعه. اوكي انا هوب ذات يو لايك ذا بوك وتشتروا الكتاب تشجعوني فيه and thank you good luck. وحابب اسمع منكم اللي اخذ الكتاب يعزف لي بليز مقطوعه ويرجع يبعثها كمان بحطها عندي بالارشيف. اوكي okay.